مشاهدينا أهلا بحضراتكم. حالة من التقلبات الجوية الحادة تشهدها البلاد وتحذير من انخفاض كبير في درجات الحرارة، وخبراء هيئة الأرصاد الجوية يكشفون تفاصيل جديدة بشأن الموجة الباردة التي تعيشها البلاد. وأيضا هيئة الأرصاد الجوية توجه نصائح وتعليمات للمواطنين قبل استقبال فصل الشتاء رسميا، فدعونا نستعرض مع حضراتكم تفاصيل حالة الطقس اليوم وأهم ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد من خلال هذه التغطية الجوية، فتابعونا. من المتوقع أن نشهد أجواء شتوية على أغلب الأنحاء مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافتها. أما عن موعد تحسن درجات الحرارة، فقالت بالفعل هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستتحسن بداية من نهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ الأجواء في الاعتدال على أغلب محافظات الجمهورية. وأيضا كذلك حذرت الأرصاد من ثلاث ظواهر جوية مؤثرة في طقس اليوم، وأولها الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما أيضا أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كذلك أيضا تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات أيضا تكون متقطعة. أما بالنسبة لحالة البحرين اليوم، فحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية. مستمرين مع حضراتكم في باقي التفاصيل، وبنقول أنه أيضا من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية. وصرحت وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد بالفعل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، وذلك لأن البلاد في النصف الثاني من فصل الخريف، وأيضا نقترب بشدة من فصل الشتاء. وأيضا أضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وتساعد في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. كما أيضا لفتت الدكتورة منار غانم إلى أن سرعات الرياح خلال الفترة المقبلة ستقل، وأن درجات الحرارة الآن ستكون منخفضة ومعتدلة في المحافظات الجنوبية، وأن فترة الليل تكون درجة الحرارة منخفضة وتصل إلى 14 درجة مئوية. كما أيضا أوضحت أن الأمطار اليوم ستكون المحافظات الساحلية، ولن يكون هناك أمطار في المحافظات الداخلية، وأن الأمطار التي ستكون على المحافظات الساحلية لن تكون مؤثرة، وأن أعمال الصيد مؤهلة على البحرين. وأيضا أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد خلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ولكن الارتفاعات لن تكون عالية، وأن الجميع مطالب بمتابعة درجات الحرارة وبيانات هيئة الأرصاد الجوية يوما بعد يوم. وفي ذات السياق، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح عدة إلى المواطنين مع اقتراب بدء فصل الشتاء في إطار حرصها طبعا على سلامة المواطنين خلال حالة فترة الاضطرابات الجوية الحالية وموجة الطقس غير المستقر والأمطار الشديدة. ومن بينها طبعا ابعدوا عن أعمدة الإنارة. وأوضحت الأرصاد في عدد من الإرشادات والنصائح للمواطنين
بالابتعاد طبعا كل البعد عن أعمدة الإنارة، حيث أن هناك خطورة كبيرة من التعرض للصاعق والكهرباء أو الصاعق الكهربائي خلال الأمطار والاضطرابات الجوية العنيفة. أيضا العواصف الرعدية التي تكون أكثر عنفا على السواحل الشمالية، كما أيضا تضمنت نصائح الأرصاد والإرشادات التالية كالآتي: يفضل التواجد داخل المنازل وعدم الخروج أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، الابتعاد عن أعمدة الإنارة لتجنب الصواعق الكهربية، القيادة بهدوء خلال الأمطار دون تسرع وأيضا اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، الحرص أثناء انخفاض الرؤية الأفقية طبعا سواء بسبب الأمطار أو الشبورة الكثيفة، الابتعاد عن اللوحات الإعلانية أو الأشجار المباني المتهالكة خلال الرياح الشديدة، وعدم الاقتراب من أكشاك الكهرباء خلال الأمطار، وأخيرا شددت على عدم تصوير البرق. والآن قبل أن نختتم تخطيطنا الجوية مع حضراتكم، دعونا نوضح لكم بيانا هيئة الأرصاد أو بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات مصر: القاهرة 20-15، الإسكندرية 20-15، مرسى مطروح 19-13، دمياط 18-13، شرم الشيخ 23-16، المنيا 22-10، الأقصر 23-13، وأخيرا أسوان 23-24. مشاهدينا انتهت تخطيطنا، طبعا تمنياتنا بالسلامة للجميع، شكرا على طيب المتابعة، يلا.